أهلا وسهلا مشاهدين ملاحظات معماري، أنا يوسف الطيب. اليوم نستعرض مشروع مميز على هوليوود هيلز في لوس أنجلوس كاليفورنيا. منزل أراد المكتب الهندسي ستاندرد أركيتكتشر أن يكون بالشكل التقليدي الذي يحدد العمارة الأمريكية، أو ما يطلق عليه بالعامية The Barn أو الحظيرة. وبالنسبة للمهندسين المعماريين، أصبح المشروع يتعلق بالقيام بأكبر قدر ممكن باستخدام العناصر البسيطة من خشب وخرسانة ومع التشطيبات الحجرية ومع التحركات الدقيقة لتأسيس المنزل في موقعه المرتفع، والجمع بين العناصر المميزة لكل من الهندسة المعمارية والمناظر الطبيعية في الخارج. ونتج شكل المنزل المستوحى من متحف كيمبل للفنون في ولاية تكساس، وأصبح المنزل على شكل 3 كتل جملونية متوازية لبعضها البعض، وجعل الكتلة المتوسطة بارتفاع مزدوج والذي يضم مساحة واسعة للمعيشة وتناول الطعام، فتحول إلى غرفة كبيرة فريدة من نوعها مع سقف منحدر إلى الجوانب يوجه العين نحو الواجهة الزجاجية الكبيرة التي تفتح على المناظر المطلة على المدينة من أعلى التل، وتكسر الحواجز بين داخل المنزل والخارج مع السماح بالضوء الطبيعي للدخول للمنزل. وبالنسبة للكتلتين الجانبيتين، تتكون من طابقين، يحتوي الطابق الأعلى منها على غرف نوم مزينة بالألواح البلوط الأبيض وحمامات مكسوة بالرخام، مما يمنح هذه الغرف إحساسا بالخصوصية والهدوء وإطلالة على المدينة والطبيعة في الخارج بنوافذ زجاجية كبيرة. وفي الطابق الأسفل نجد مناطق الجلوس والسينما والنادي الرياضي وبإطلالات على المناظر الطبيعية المحيطة. وأكد المهندسين المعماريين على هذا الارتباط الأساسي بالطبيعة باستخدام الخشب الفاتح الذهبي لتغطية الجدران الداخلية لمنتصف المنزل، مع أرضيات الترافرتين التي تستمر إلى خارج المنزل، وإيماءة خفية إلى ما يطلق عليه بالعامية The Barn أو الحظيرة. وعملت الألواح المصنوعة من خشب البلوط الأبيض على توجيه العين نحو الخارج وإعطاء المنزل إحساسا بالراحة الطبيعية، ومدفأتان خرسانيتان كبيرتان في مساحات المعيشة، والمسبح اللي بأسلوب الإنفينيتي بول اللي يعطي الشعور وكأنك معلق في السماء ومطل على لوس أنجلوس من الأعلى. نبدأ نشوف الماستر بلان تبع المنزل اللي عندنا، اللي مكون من طابقين. طابق أول فيه منطقة المعيشة، والطابق الثاني اللي فيه غرف النوم. هنا المدخل الجهة الشمالية على منطقة الباركينج والسيارات، وهنا المدخل للمنزل والباب الرئيسي للمنزل. هنا المواقف السيارات، ممكن تكفي 4 سيارات موجودة في الموقع، ولها مدخل يؤدي إلى داخل المنزل ممكن تدخل منه، أو إنك تدخل من الباب الرئيسي والمدخل الرئيسي واللي يؤدي إلى منتصف المنزل والمنطقة هذه، منطقة المعيشة اللي فيها ارتفاع مزدوج أو السقف مزدوج الارتفاع، وممتد إلى منطقة المسبح في الخارج، ويتوسط منطقة المنزل المعيشة. هنا منطقة المدخل الرئيسي اللي في المنزل، بعدين تجينا طاولة الطعام ومنطقة الجلوس الأولى ومنطقة جلوس ثانية قدام المسبح وفيها مدفأة خرسانية، بعدين الجناح الشرقي اللي فيه صالة سينما ومنطقة جلوس ممتدة إلى الخارج برضو، ونادي رياضي في الكورنر، ومع بلكون تطل على الوادي في الأسفل وعلى لوس أنجلوس من الأعلى. في الجناح الغربي نشوف منطقة المطبخ والحمامات والمغاسل، وبعدين منطقة جلوس ثانية ممتدة إلى منطقة المسبح في الخارج.
وعشان ننتقل للطابق الأعلى، هنا مناطق السلالم أو المؤدية للطابق الأعلى، واللي هو في غرف النوم وفيه منطقة الجلوس برضو نشوفها من خلال الواجهة الزجاجية الكبيرة. هنا منطقة السلالم المؤدية للطابق الأعلى، وفيه منطقة سلالم ثانية اللي مؤدية لغرفة الضيوف في الأعلى وعندها باب مستقل، والمسبح اللي بأسلوب الإنفينيتي بول اللي يسمح لك بإطلالة رائعة جدا على لوس أنجلوس من الأعلى التل، وكأنك معلق في السماء. هنا عندنا المدخل اللي من جهة الشمالية للمنزل المؤدي للباركينج والبوابة الرئيسية للمنزل، واللي ما تحرسها شجرتين زيتون، في شجرة على اليمين وشجرة على الشمال، يتوسطها الممر المؤدي إلى منطقة الجلوس الرئيسية وقلب المنزل، وبأثاث بسيط جدا، والجدران اللي من خشب البلوط، والأرضيات اللي من الحجر الترافرتين، وبإطلالة جميلة جدا على سماء والسكاي لاين للوس أنجلوس. هنا عندنا المطبخ برضو اللي هو بطاولة الطعام الخاصة فيه، وجزء داخلي لبعض الأغراض الثانية والدواليب. هنا صالة السينما الموجودة عندنا في هذا الطابق، ومنطقة الجلوس اللي في الخارج بالمدفأة الخرسانية تبعها. هنا منطقة المسبح أو الانفينيتي بول اللي موجود عندنا، واللي تميز هذا الطابق وبإطلالة رائعة على لوس أنجلوس. بعد ما صعدنا على الطابق الأعلى عن طريق السلالم الموجودة عندنا مؤدي غرف النوم، مؤدي غرفة نوم للضيوف، نيجي عند أول غرفة نوم اللي هي ماستر بادروم، اللي فيها غرفة النوم وفيها الحمام المستقل فيها وغرفة الملابس، وعندها برضو بلكونة مطلة على الخارج، ومنطقة جلوس في المنتصف مطلة على الدور اللي تحت، ومطلة على الوادي عبر الواجهة الزجاجية الكبيرة. وبعدين ثلاثة غرف نوم خدماتها وبلكونة كبيرة للخارج. بعدين نجي عند الشيء اللي يميز هذا الدور، اللي هو السلالم المستقلة أو غرفة النوم للضيوف المستقلة تماما عن المنزل. هنا الطابق الثاني بعد ما طلعنا من السلالم اللي في منطقة المعيشة إلى منطقة أو الدور اللي في غرف النوم، ومنطقة الجلوس المتوسطة اللي مطلة على الطابق الأسفل وعلى لوس أنجلوس والطبيعة في الخارج من خلال الواجهة الزجاجية الكبيرة. في النهاية أشكركم جدا على المتابعة، وانتظروني إن شاء الله في المشاريع الجاية. مع السلامة.